دايما ربنا بيقدر لي الخير، اكيد خير ان انا ما اكونش موجود. ربنا دايما بيقدر كل اي واحد، لكن حزين اه طبعا حزين جدا. طول افريقيا اتمدت لشهر لغايه اخر 11، لكن هي كانت المفروض تخلص نص 10، لكن انا لاعب رايح بطوله قبل النهائي في الولايات هنا، لعبت 3 ماتشات في البطوله. انا بطولة عزيزة عليا، انا ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم كلنا خير ان احنا ناخدها من الاهلي طبعا. هي بطولة عزيزة عليا، لعبت فيها 3 ماتشات، كانت اكتر بطولة لعبت فيها، كانت حاجة عزيزة عليا جدا ان احنا ناخد البطولة دي. اي حد طبعا هيبقى حاسس ان هو مش موجود. اتمنى التوفيق للفرقة وان شاء الله ربنا يكرمهم بيها. بطولة غابت كتير قوي عن النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله ناخدها.